شونن مو قاعدين نسوي شيء. انا صراحه ما في هيك، هات البكه بالعود وصغير خلي عقب نسير انا وياك. اوكي طيب، بس خل عصر لي بيت شغالين. ميديوم سولار، ميديوم سولار. شو وضع البتري عندنا؟ والله البتري هذا اللي حصلناه سوالنا خير يا ريال. اخ يا هاي وهقه. اي والله نفس الكهف اللي هنا قبل تدري. بس مصوب ثاني صح؟ ما عندنا مشكلة بوينتس ريسيرش، عندنا 400 بس. لحظة خلنا نشوف. تعرف يبو لنا نحن؟ مش فلاتر، لا. مش باور سيل، ولا جنريتر، ولا ميديوم سولر، ولا وين تربين. يبو لا عندنا نحن اكسجين، شيء يشيل الاكسجين. قول والله. خلاص تعال بنضرب انا وياك خطر كبر مالي. شو نسوي؟ خلاص قلنا الموتر الثاني هذا بنشله شي لين نوصل انا وبالبرة اصير واحد من البلد صح؟ لحظة سمول سيت اوبن، انا سويت الانلوك وين صار؟ اوبن سيت. الو الو لا يا سادور وين ال وين تسوي الكرسي؟ تعال هذا الكرسي الخربان ها؟ ايه نسي هذوني سالفج، كيف بنسوي له سالفج؟ لا انا سويت ريسيرش حق كرسي ثلاثة انفار انلوكت. ايه بس وين اسويه ما اعرف. اظني في برنتر اكبر لازم نسويه، مش هذا، هذا برنتر صغير. اوبن ون سيت في، ايوه هذا شو اي برنتر في بس هذا عندنا نحن. شو هذا؟ هذا ميديوم برينتر ما في اكبر عنه. ما في. وين سلندر اكسجين يا اخي؟ انا اروح نسوي. وين تسوي تذر؟ لا مش دي السالفة، السالفة ابغى سلندرات اكسجين. ايه وين؟ اسمه الاكسجين تانك 1600 حصلته. تعرف يبغى له؟ صبر انا اخبرك. بنروح هناك بس مبكي بصير بني بالمواتر. بس اول شيء تعال الشير هايل دور ثمر. بنشل شو بنسوي؟ بنشر ريسيرشات صغار الحين لانه بنوصل 1600. ولا تبي تضرب خط النيبر ريسيرشات اللي هناك وخلاص؟ تعال بالنيبر ريسيرشات اللي هناك يلا. مشكلة ما عندنا، لا عندنا تيثرز ولا عندنا كومباوند، وما بيوصلنا نحن، مسافة بعيدة يا اخي بدون تيثر. شوف انا اقول لك خليك. ما بنقدر نوصل ترى. عندنا نسوي كرسي؟ ما عندنا كومباوند اصلا. ترى الكرسي ما يشتغل يا اخي. ترى ما عندنا كومباوند ولا بسوي كرسي انا، من ليش اقول لك بن يشتغل؟ ما ليش اقول لك السلف هذا وشي نمشي عدال بعض، عرفت؟ مو مشكلة هذا، ترى هذا اللي افكر فيه بس ما في عندنا ماتيريالز. فاقول لك بندور ريسيرش صغار. من ليش اقول لك ادور ريسيرش صغار ونسوي 1600 ونسوي اكسجين تانك؟ على الاقل حتى وانت تحت يا اخي، مش كل 10 ثواني يا اخي. بعدين الورك لايت شو سالفته؟ في ورك لايت صح؟ لحظة في ورك لايت تسويه. ورك لايت هذا وين تجيبه بالضبط؟ ليت. ها؟ ليت هذا من دفة حصل في عصاك كذا. لحظة في ورك لايت سويت له اسيت. انت عندك الليت هذا؟ منه فايدة؟ اللي عندي وين؟ هذا ما عندي اياه. توي سويت ريسيرش حق ليت اوكي ب 200 اوكي؟ وين يسوونه؟ خلينا نشوف. ورك لايت شو يباله؟ يباله كوبر. خلنا نشوف الورك لايت هاي شو يسوي. انا اظني شليت شو اسمه الدرب. تعال خلنا ندور ريسيرش. انا الحين هنا كان في كهف بعد،
انهيته اول يوم قريب شي صغيرون بنشل منه كم ريسيرش ما تشوف الشير بنشل منه كم ريسيرش خلنا نسوي لنا تناكي اكسجين يا اخي مشكلة القهر اذا كان يبالهم كومباوند صح حد انا هني شليت كم من ريسيرش قبل هذا كان واحد منهم بس ما دشيت داخل شوف والله في اكسجين وايد لا تجيني ليش؟ اصل تعبت لا تطيح والله ما ادري كيف سلمت منها انا يخرب اقول لك هذا الومنيوم اني بعد شيء والله؟ والله والله ما شيء ريسيرش هنا حصل مالي هذا يخوف انه كان تطيح يا ريال ما في ريسيرش تصدق؟ انا سمعت صوت حد يهد غاز من فوق طحت في حفرة what the fuck هاي الحفرة عادي تسلم منها دشيت مكان وسخ يا ريال انا انت حصلت ريسيرش شي؟ أظن حصلت ريسيرش بوينت سيف نبغى أكثر من مجرد بوينتس نبغى 1600 نحن هني شيء كومبوند وايد خلنا بيشيل كومبوند بسوي كراسي كرسي يلا بسوي كرسي بسوي كرسي يلا بنصير بني بريسيرش وانا قليل انا سوفوكيتنج وين ضرب الطلعة في ترى اكسجين وايد ها وين ضرب الطلعة وراي اوه انا بعد سوفوكيتنج ما انتبهت فك هني؟ ايه اوف شليت اكسجين من تحت الارض يا ريال انا صرت انا قاعد اموت انا انت قاعد تشيل كل شيء من وجهي يا والله العظيم طلع طلع ترى بس اقول لك ادور اكسجين مت قبل الاكسجين يا طقعت الجو ارحمني يا ريال شيل كمبوند شيل كمبوند من عندي تعال نسوي كرسي تعال شيل جيم بوند عادي يا امور طيبة انا كنت ناوي والحين نحن كلها اصلا عشان نرجع هناك جبت ستاك هاي الالمنيوم وستاك هاي الاخضر كومباوند مالي شليته اهم شيء؟ ايه ايه اربعة صح؟ ايه اظني سوي كرسي على طول هذا خلنا بنسير استوى عندنا مكان حق السجين عرفت؟ بس يبالنا شيء ثاني بعد باور سورس فول هذا فول عقد داخل ها
اخي اس حركه يوم تبغى تشله وشل شو اسمه بالغلط البلاتفورم. مو زين بس الحين انا اللي اعرفه سويت له ريسيرش هذا الكرسي ابو ثلاثه وين نطبعه؟ شو طالع لك هو؟ ها؟ وين رمي صراحة؟ ترى انا هاللي بعرفه. هذا شو اسمه؟ برنتر. في لارج برنتر؟ لا. لارج برنتر ما انت قاعد تحصل. عادي عندنا كرسي واحد جاهز. هي ركبته خلاص. بس تعال بنروح. خلي هسه ادور لها اوبن سيت انلوكت. شوف اوبن سيت 3 اوبن 3 سيت انلوكت. بس وين نطبعه؟ لحظه في انكلوجر سيت مسكر بعد. اظني هذا تروم تدخل فيه تحت ما عندك مشاكل حتى مع الغاز صح؟ ميديوم برنتر سمول فابريكيتر ميديوم فابريكيتر عندنا هاي ميديوم بلاتفورم ما في لارج برنتر يا اخي. في لارج ستورج والله هذا لازم نسوي له ريسيرش تعرف يبغى 1500 بوست مود نارو مود داينامايت فاير ووركس. وين ما في برنتر اكبر كلوزد. هذا الانكلوزد خليل مش شو اسمه ها انكلوزد مال الشتل حق تسافر. اوكي بس سؤال هلا وين نسوي 3 سيت الحين؟ لحظة لان هي بعد مش موجود. لان بنحتاج عقب لو بسوي اللارج نبغى اكبر مكان تخزين عرفت؟ بندخل فيه كل مكان بنسوي له بتري بنسوي له هذا بنسوي له كل شيء. ويوم تنزل تحت ما تخاف دائما في وايد انرجي عرفت؟ بعدين نشيل مال ريسيرش الاثنين وايد اوكي. يعني اللي عندنا وايد اوكي بيشيل ويانا اثنين ريسيرش ترى. بس بتحطي له باور سفري. انا مش اظني خليل تجيب السياره هني ها اتوقع ها هني وهذا يسوي اظني. لا هذا بس في اثنين شوف العود فنان شوفه لازم نسويه. زين الحين خلنا نروح نمسك سوق. لا سوق انت يا ريال. سوق يا ريال عندك ما دل انت ترى يعني انا اللي ادل. تعال زين تعال وياي اهم شيء استثمر يا شو؟ بتري ايش رايك اقول لك يا بتري سفري بس زين حق عمل فوري وايد زين. انت بتري السفري مالك تعال. اظني ها صفكم. وزين العود واقف برا. بس ما كان عندي سمان احيد يوم انا مت. كله حطيناه فوق. ها شو؟ ثاني في سمان طايح. شو هذا؟ سالفج مكتوب؟ سالفج هي دربز ما ادري شو. كيف يسوي سالفج حقهم؟ اظني في هذا الشردر وهايل في مكاين. اظني في المكاين هايل. الحين تعال دور الموتر.
لا ما بلا شيء. صح سريع خطوة عطنا فين وانت هني تدوسني ليش هني هنا ايه فين هني صح ها مو بهذا لك اللي بعده عقب سرع. ها 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 اتشوف اكس شفت الاكس تعال شفته جيري 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 لا توقف حيوان جيري دحب عليك اقول جيري 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 روح روح مديني مديني بعد ما جتلتني هناك الحين جاي يعني شي طيب وصلنا سيارة ثانية داخل صح؟ اوف اقول لك نحن داشين ندور كمبون شوف كل هالكمبون شوف شوف هنا كم كمبون شيء اي والله طالع القمة كلها يعني وما نشوف ما نشوف يعني شوف كم كمبون ونحن وين سارين ومتنا و نحن اللي ذبحنا اخر اثنين ريسيرش اللي بغينا نطلعهم ترى ويل يا ناصر كم كمبوند صح ما شاء الله ما شاء الله عشان ما يخلص زين وصلنا الصين يا ريال صح الحين ايش وقاعد احفر تحتك بعد زين ها هنا تشوف راس كومبوند وهل سير 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 ما شاء الله ما شاء الله زين لا تحسد الكومبوند يا خليل لا تحسد الكومبوند مش كومبوند كومبوند شو يطلعني اقول لك الموتر وين صوبي ولا صوبك ما ادري صوبك تعال انا اكسجين بيخلص عني تعال 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 صدق والله بالور بنخذك شوف انا وين اسحب فر تعال انت طلعت؟ برا زين الله يرحمك شو تسوي؟ كم كم بوند عندي؟ كم بوند عندي فولت انا فول فول كم بوند مرة لا انا بعدني بعده في مجال حق كم كم بوند يعني اقول لك تعال هذا تقريبا مفول تعال تعال ها شو بتري ما ادري شو سامون ميديوم سولر اوه هذا ميديوم سولر هذا مش مزاح سمول باتري بلاتفورم يا حبيبي بلاتفورم ما ينشل هذا سالفج بس هذا شغال مية مية شوف شو جايب ميديوم سولر حصلته باتري نايس والله تركبها يا ريال ميديوم سولر على الود زين الحين مشكلة مش هنا مشكلة سوي لو اقول لك انا عندي مكان اشل كومبوند منه بحط الكومبوند عندي هنا بشل السولر ما يصير لازم تحطيه على الارض اغاني يركب قدام 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 ولا ورا وبدال الريسيرش لا لا عادي يركب بس اظن سيده بس تعرف شو لازم اسوي خلنا نجرب اشيل هاي الاول بس هذا 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 الصراحة ما يشتي تودره ارى ما يركب ما يركب صح؟ ما يركب لا يركب قدام ولا ورا اتوقع هي بس الحين ما بنزل ريسيرش نحن محتاجين ريسيرش جرب يركب ايه واه له واير تشرج ترم تشرج برد له برد له بس ما في تشرج الحين الموتر ترى ترى لا ما في تشرج ترى واير تشرج هذا تشرج اللي طلعته من الواير تشرج وين بتوصل في منو تري سفري تشرج اي والله سفري لحظة أنا عندي بيتري في تشرش في 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 تشرش في تشرش بيتري مونا في تشرش في بيتري ثاني في تشرش يلا روحنا
تعرف موتر ثاني بخليه. لا تعرف شو بسوي له هذا بعد بشكل بسوي له اسمه الوند بسوي له وند تربين ورا. ها خلي ارد هناك الموتر ثاني ونخليني بعدين بنتفاهم معه. انت شليت الموتر مزود اهم شيء بس اوكي في عصاية يا ريال. لا يبان اللارج كذا يا ريال سوي له فليب عادي. مشكلة ارجع لك ريال بس اصرف بتري اخاف. لو تشوف ايش كثر يصرف بتري بطنك يعورك هذا. هذا نيسان. لا تعرف شو بسوي تري تري. تري تري. ابغاك تشوف كيف يصرف بتري يمشي وراي. يلا. بيرا. فقر. رافعين سعر الكهرباء سامح. زين زين ابو عرف ليش ياس يصرف من الاثنين يعني واحد من البطرة عرفت. تشوف كيف قاعد ليش اشوف الوند اشوف بيتنا هنا المفروض الوند مو بيوم ننفخه يجيب باور كهرباء. لا وند لازم تركب له شو اسمه اللي هو الوند توربين ركبناه له بس لا هالبتري زين ترى يعني نسبيا يعيش يعني بالنسبه لهذاك. البتري ماله ما منه فايده يعني. يوم رديت لكري يوم اوني برد لكري وسبطني عورني وقفت تريتك. هذا كان عليه كهرباء سفري بعد. بعد شو اسمه؟ بنينا ريسيرش هناك. خلنا نركب السولر هذا هني. مع ان السولر احس بينفعنا حق الخط. عسب شي هذا له كيبل تشارج. اوه بريك. النكبة. شوف من تي من توصل ما شبك. وده هناك عند المواد السيارة. زين ترى انت ناش بلي انا وين ادف. اظني عرفت 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 خليلة. وده عندها مواد السيارة. يوم روحه بيشبك. اظن عقب الروم الله شوى. لان انت حاط قدام ورا. ما ادري شوف مكان يركب زين حطه. والله في ألف هذا ريسيرتش يكفي زين بيعطينا ألف هذا. انزين خلنا نوقف قدام. اه ناشف عاصفة عاصفة يا ريال. عارف شيء؟ لحظة ننزل كمون. لا اظني لازم انت تشبك له مانوال. ايه لا مشبوك وشابك. شبكته انا تو شبكت من ورا. ما يتحرك ما في بتري. يود متى لحق يفضي. ما مدى ما مدى. نحن حق شو كنا نبكم بومد اصلا. ما ادري شو الا الحين ستوك جيد يعني. دخيلك ترج. هات السولر بو 2 حطه على هذا البلوعه.
انزين والله. لا 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 تبي لا تبي مزحيات. بس يبالنا بتري ثاني. هي يفول من واحد يفول. بس ليش هذا مو شاسي يتشرج؟ ها ناشب والله نخليه تدري. ناشب ايه بس انا تريا سولر ما له يشتغل عشان يتشرج. هذا؟ سولر وراح اطلع هذا ولا يشوف الشمس بعد. ما يخص سولر. الحين اشتغل شوف الحين اشتغل شوف شوف. الحين الواير اشتغل. ليش يعني الحين؟ واصفر. بس تشوفه بالعكس. يا لسوي طرش. شو السالفة؟ ويت انا شبكته من الموتر لهذا خلنا اسوي الامبلك واشبكه من هذا للموتر. هي والله لازم بالعكس تشبكه عشان يتشرج. لازم تشبكه من المبنى للسيارة. very specific ها؟ اح شوف دام انه شابك خلنا نجيك شيء. أنا بقى... ايوه خليل خليل لحظة بعدله قاهرني اوفن 3 سيت هذا ارمو مسوي لازم توقف الموتر الحين ارمو مسوي لو واقف شي ترمو مسوي لحظة قاهر اوكي الحين يستوي ولا لازم ارد ريوس اربع كمبوند موجود كمبوند موجود تبى كمبوند فيه ملغمين كمبوند الحين زين سوله. اوه والله كشخه شفت انيميشن تجي قدامك يطلع كمبيوتر تشوف زين شوف خليل تعال ما بطايع ما اعرف كيف اسوي بس شوي قول هني اوبن 3 سيت 4 من اوتوب 4 كمبوند شوف ويت انا عرفت لازم لا شيل الكرسي اللي عليه لازم شيل الكرسي اظن اللي عليه هي